معنا من خلال تقنية التي في يو الزميل حازم حلمي، وأكيد حنتعرف عليه ومن خلاله نبض الشارع والأجواء. مساء الخير عليك يا حازم. مساء الخير آلاء، ومساء الأنوار على المشاهد الكريم، مشاهد شاشة سودانية 24. نحن عبر تغطية مستمرة عبر قناة سودانية 24، وهي بدأت من يمكن رئاسة الوزراء ومستمرة إلى الآن هي في مستشفى التميز. يعني المطالب اليوم كانت واضحة، وهي يعني هي ذكرى طبعا لفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو، واليوم هو ما يصادف 3 يونيو أيضا لفض ذكرى فض اعتصام القيادة العامة. وكانت المطالب واضحة أمام رئاسة الوزراء بالعدالة، وجزء كبير كان عنده كل واحد عنده أو كل شخص عنده مطلبه اللي هو شايفه اتجاه الوطن، لكن الناس كلها اتفقت حول العدالة والقصاص وحق الشهداء، هو ده المطلب الأكبر والعنوان الأكبر. الآن الناس توجهت من رئاسة الوزراء بعد ما انه حسب ما سمعنا انه حصل اشتباكات خفيفه جدا ما بين يمكن القوات المتواجده هناك، القوات الامنيه المتواجده هناك، وما بين الثوار، في انه تم اطلاق الغاز المسيل للدموع. ومن ثم الناس توجهت لمستشفى التميز، حيث الناس كانت ايضا بتنادي بانه مستشفى التميز هو جزء من الثوره، وهو احد مطالب الثوره، في انه الناس يعني وجدت هنا على حسب كلام النائب العام حوالي ما يقارب 1000 جثه، وما بينهم ما سمي اليوم به يعني ودعكر او زلزال ودعكر، وكان هو العنوان الاكبر ليوم 3 يونيو. عموما نحن الان مستمرين هنا، الناس ما زالت في مطالب، نحن حكون مستمرين معك في تغطيه الاء في انه نعرف حوارات خفيفة مع الناس في إنه ما هي المطالب، ما هم خطوات القادمة المفروض ممكن تحصل في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة. يعني نعم، يبدو أنك يا حازم بس شوية في فارق صوت، إن شاء الله بس ما في أي إصابات. ويمكن أنت الآن ذكرت لنا أنه مطالب الشعب السوداني واضحة جدا، اللي هو تحقيق العدالة وأخذ حق الشهداء، ولكن الأهم من ذلك أنه ما في إصابات، ما في اللي هو عنف، ما في أي مشاكل، يطمن عليهم مبدئيا. هي الحاجات ما واضحة بالنسبة كبيرة، لأن الحياة دي حصلت قبل قليل، لكن على حسب يعني الناس كانوا في مستشفى الزيتونة بأنه كان في إصابات. طبعا أحد الثوار اتصاب يمكن أحد القنابل الصوتية، وفي أشخاص يعني أيضا يعني الغاز المسيل للدموع تسبب لهم في ضرر. دي لحد الآن الحياة الممكن تكون وصلتنا يعني. لكن نسأل السلام على الجميع يعني. أكيد ألف سلام عليهم إن شاء الله. طب أبرز الهتافات اللي كانت واضحة شنو؟ الناس أكثر حاجة بتردد ومطالبة بشنو تحديدا؟ معلش أنا طبعا يمكن الصوت يكون بعيد، لكن أنا على حسب ما فهمته يمكن من السؤال يعني إنه ما هي أبرز تكون المطالب اللي كانت هي حق الشهداء، كان هو المطلب والعنوان الأكبر. يعني كانوا الناس بتطالب أيضا يكون في طبعا يعني في حاجات في عجلة التنمية بتاعت البلد موقفها عدد من السياسات، في إدخال عدد من الجهات السياسية في يعني أو الحركات المسلحة أو حركات الكفاح المسلح، في إنه لابد إنه إسراع عجلة التنمية، يعني إسراع في عجلة التفاوض من أجل تنمية أو البلد تستقر يعني. ويمكن أنت يا حازم واحد من الناس اللي لك ذكريات من خلال تواجدك في اعتصام القيادة العامة، وكان في هتافات كثيرة أنت شهدتها من خلال السنة الماضية، ولكن أكيد السنة دي بيكون في اختلاف. الهتافات اللي كانت واضحة وقاعدين يرددوها هي كانت شنو؟ الناس ما بقت ما بين كانت بتطالب بمطالب لا علاقه بتنميه البلد ونظرات يعني لقدام. الان الناس بقت تطالب بحاجات ما اللي هي طلعت بال كانت للقياده العامه. الان احنا لسه في حق الشهداء، في تفاصيل صغيره الناس دايره يعني والله توفير الإصلاح الاقتصاد، توفير البنزين، توفير الكهرباء، حاسين انه في وزراء ما كان لهم يعني او ما كفاءات جو يمكن يكونوا قادوا المرحله الفاتت دي كلها تفاصيل ممكن يكونوا الناس كانت بتطالب بها يعني. لكن طبعا المطلب الاكبر يبقى هو مطلب العداله،
وفي نظر ناس كثير جدا شايفين انه البلد ما حتستمر لو ما في عدالة. ده المطلب يمكن الأكبر، إذا كان في عدالة أو متواجدة عدالة أكيد الناس حتقوم تستمر في إنها هي تشترك جميعا في عملية تنمية البلد.